الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بالجميله ام خليفه، صاحبه صالون ليترلي. اهلا وسهلا فيكي. يا هلا ومرحبا فيكم ام خليفه. حابين نعرف اكتر عن حضرتك، وامتى بدات البيزنس الخاص بك هنا بالامارات؟ انا الاستاذه منى المرزوقي، معلمه سابقه متزوجه ولدي 7 ابناء ما شاء الله، 5 بنات وولدين ما شاء الله. رائده اعمال، وصار لي في هذا المجال تقريبا 2 سنين. فليش انا فكرت في صالون اطفال؟ لان انا حبي وشغفي للاطفال، ولان الاطفال اللي كانوا عندي، لان كنت اتبهدل ما اعرف وين اوديهم، يعني اوديهم صالون رجالي ولا صالون نسائي. فكذي خصص صالون، لا صالون خاص لهم هم، خدمات مميزة لهم هم، نهتم بشعرهم ببشرتهم بأظافرهم. فهاي الفكرة جتني بس عشان الأطفال. أستاذة منى، حابين نعرف إيه الخدمات اللي بتقدميها هنا بالصالون؟ الخدمات اللي احنا نقدمها في الصالون هي خدمات طبعا متخصصة للأطفال، في العناية بالشعر، بالبشرة، بالأظافر، وغير في بعد تساريح للبنات او ميك اب خفيف للبنات. ومن كل الاطفال؟ كل طبعا كل الاعمار، من دون 13 سنه. دون 13 سنه، نعم. ام خليفه، طبعا في هنا موجود منافسه شديده بالامارات، موجود كذا صالونات للاطفال. السيجنتشر الخاصه بام خليفه بالصالون بتاعها؟ طبعا صالون لتلميذ الاطفال، صالون متميز، ونقدم كل ما هو جديد ومميز للاطفال. صالون لتلميذ الاطفال صالون ايضا متخصص لتقديم خدمات مميزه وجميله للبنات الحلوات، مثل خدمه الميك اب وخدمه المانيكير وبديكير. ام خليفه، حابين نعرف عن نظرتك المستقبليه. إن شاء الله في المستقبل بيكون لنا أفرع جديدة في جميع أنحاء الدولة، وإن شاء الله بعد بيكون في براند خاص للأطفال بالعناية بالشعر أو بالأظافر أو بالبشرة. إن شاء الله. كل التوفيق والنجاح. الله يسلمك حبيبتي. أم خليفة، طبعاً إحنا في أفضل بلد هنا بالإمارات، موجود نعمة الأمن والأمان لكل الوافدين والمستثمرين هنا بالإمارات. إزاي ده قدر بالأخص يساعد أم خليفة إن هي تستثمر هنا بالإمارات؟ طبعا احنا كأمهات نطلع لفترات طويلة من الصبح لين المساء احنا خارج البيت، فالحمد لله يعني نترك أطفالنا وين في البيت، فالحمد لله نحن نحس بالأمن والاستقرار. وأشكر العيون الساهرة التي تسهر لراحة كل مواطن ومقيم وزائر. نعم. واحنا بالاخير بنتشكرك كتير لوجودك معنا بالبرنامج، نورتينا حبيبتي، يعطيك العافيه. بالاخير حابين نقول للساده المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا مع صالون ليترلي. موقعنا في دبي في الورقه الاولى في كيو 1 مول. تقدرون تتواصلون على ارقامنا او عن طريق انستغرام الصالون. نتشكرك كتير ام خليفه. ولا هنا أعزائي المشاهدين تطلع حلقة اليوم، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.